امبارح الاحتلال الإسرائيلي بدأ يتخذ منحى إجرامي غير مسبوق في القصف على مدينة غزة، منحى وصل إلى استهداف المساجد ودور العبادة بشكل مباشر. يعني مثلا تم قصف مسجد العمري الكبير في غزة اللي المأذنة بتاعته فقط بيصل عمرها إلى 1400 سنة، يعني أكثر من 10 أضعاف عمر إسرائيل. مش كده بس، اعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي قصف مسجد الحسن في حي تفاح شرق مدينه غزه، يعني هو عمال يستهدف الاماكن الاثريه ودور العباده. خلينا ناخد اصلا قراءه وفيه نستعرضها مع بعض مع ضيفنا على التليفون الدكتور تيسير التميمي، قاضي قضاه فلسطين والرئيس السابق للمجلس الاعلى للقضاء. دكتور صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. دكتور، كل مرة بنلاقي منحنى مختلف بيبتدي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي في قصف واستهداف بيوت الله ودور العبادة. دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حرب إبادة جماعية. حتى الآن عدد الشهداء الذين أصيبوا في هذا العدوان أكثر من 45,000 شهيد ومصاب ومفقود تحت الأنقاض، بالإضافة إلى تدمير كامل لأكثر من 100 مسجد. نعم، استهداف المساجد والكنائس، تدمير التراث الأثري والتاريخي في مدينة غزة. مدينة غزة تعتبر من أقدم المدن، أي نعم فيها تاريخ للإسلام وللمسلمين. قصف المسجد العمري والإتيان على المأذنة التاريخية المشهورة لهذا المسجد، وكذلك كثير من الآثار والمواقع التاريخية، يؤكد أن هذا العدوان هو حرب إبادة جماعية وكذلك مجزرة حضارية بكل ما في هذه الكلمة من معنى. نعم، إسرائيل تتنكر لكل القيم الدينية والتاريخية والقانونية والأخلاقية في هذا العدوان. قتل الأطفال والنساء والشيوخ على نحو ما نرى، مجازر يومية، عائلات كاملة أبيدت، محيت من سجلات الأحوال الدينية بكاملها. يعني ما يجري في غزة وصمة عار في جبين الإنسانية التي تقف متفرجة على هذا العدوان الهمجي الشرس. نعم، أمس صدر قرار من مجلس الأمن، فورا إسرائيل رفضت هذا القرار. صحيح. ماذا يعني؟ إسرائيل فوق القانون، إسرائيل فوق المنظمات الدولية، فوق هيئة الأمم المتحدة. من الذي شرعنا وجود إسرائيل؟ مثل الأمم المتحدة. نعم، إسرائيل لا تأبه، لأنها تعتمد على الدعم اللامحدود والانحياز الكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الجسر الجوي من الولايات المتحدة الأمريكية بنقل الأسلحة المحرمة دوليا والفتاكة ضد الأطفال. يعني من يشاهد هذه المجزرة؟ الأطفال الرضع في الخدج يعني يقتلون على نحو استهداف المستشفيات. ما حصل في مستشفى الشفاء والمعمداني والرئيسي والأندونيسي يدلل على ان اسرائيل يعني جيش همجي. طب يستهدف المرضى، يستقوي على المرضى، يستقوي على الاطفال الرضع، يستقوي على النساء الحوامل في مستشفى الولاده. يعني امر خطير. طب دكتور تيسير، يعني اسمح لي العالم، عفوا المقاطعه، اسمح لي دكتور تيسير، يعني مشهد قصف المسجد العمري ونحن نتحدث عن مئذنة يصل عمرها إلى 1400 سنة، هل هو استكمال لمسلسل خاص بالقضاء على الهوية الفلسطينية؟ لأنه هذا أمر شديد الخطورة،
المعالم الخاصة للثقافة الفلسطينية والهوية الحضارية والثقافية لفلسطين، وده ليس بعيدا عن ما يحدث في الضفة الغربية والقدس ومحاولات التهويد المستمرة. هو يريد أن يمحو الذاكرة، يريد أن يستهدف الهوية الخاصة لفلسطين. نعم، يجب أن نربط ما حصل في غزة، تدمير مأذنة المسجد العمري، ما يجري في المسجد الأقصى المبارك. صحيح. تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك بقصد هدمه وتهويده وإقامة الهيكل المزعوم في مكانه، يتستهدف الهوية الإسلامية. صحيح. الأرض وغزة هي الأرض من أرض الإسراء والمعراج. هذه بيت المقدس، وأكون في بيت المقدس. غزة تبعد عن مدينة القدس أقل من 70 كيلومتر فقط. فقط. يعني تستهدف إسرائيل الهوية الإسلامية كما تفضلتم، تستهدف كل ما هو إسلامي، الحجر والبشر والشجر. يعني تريد، يعني طبعا ما الآن تحاول تهجير أبناء قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، وتقول لهم الجنوب يعني رفح وخان يونس أماكن آمنة، وتقوم بقصفهم، تقوم بقصفهم. نعم، وهم حتى في الطريق، وهم يعني يمشون حفاء حفاء لا يملكون من أسباب الحياة أي شيء، يقصفونهم. هذه يعني جيش يعني لا يتمتع بأي أخلاق، بل بالعكس يتمتع بالغدر وبالخيانة وبالتعطش لقتل الأطفال والدماء. يعني يريد أن يرى المزيد من الدماء. الأمر خطير. يعني أنا أقول إسرائيل معروفة أنها تقتل، لها مجية وحرب إبادة، يعني أكثر من 45 ألف شهيد ومصاب. ما قذف على قطاع غزة منطقة محدودة، مساحة غزة لا تزيد عن 360 كيلو، منطقة محدودة جدا. كم ألف طن من المتفجرات ألقيت عليها، أكثر من 3 قنابل نووية. تقديرات بتقول حوالي 35 ألف طن متفجرات. نعم، يعني حجم المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة، الخبراء قالوا أنها تعادل يعني ما بين قنبلتين أو 3 نووية بحجم القنابل التي ألقيت على هيروشيما. نعم، أين العالم؟ أنا أقول هنا المجزرة مستمرة، قاربت على الشهر والنصف، أين العالم؟ طيب خلينا نتوقف عند سؤال حضرتك فضيلة الدكتور، أين العالم؟ إحنا سئمنا من أن نرى أن الجانب الإسرائيلي لا يتم معاقبته أبدا، لكن خلينا نسأل، هل وارد أنه يكون هناك عقوبات المفروض أن توقع على الجرم اللي فعلته إسرائيل بحق المقدسات الدينية؟ يعني هل وارد أنه يوجد أي نوع من أنواع العقاب؟ بالعكس، العالم يقف موقف متفرج. الشعوب هي التي تخرج بمظاهرات في كل أنحاء العالم، الشعوب تضغط على حكامها، ولكن النظام السياسي في العالم هو يقف مع إسرائيل، يقف مع إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، تقف بشكل صارخ ومجرم مع الكيان الإسرائيلي. الشعوب خرجت وعبرت عن مشاعرها وعواطفها، نعم، وتحاول أن تضغط على حكامه، ولكن للأسف أين منظومة القوانين الدولية، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف؟ أين هي؟ اكتشفنا أن هذه كذبة كبيرة. حتى المؤسسات الدولية التي تحافظ على حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، هي أين هي حينما يصدر الأمر بمسلم أو عربي أو فلسطيني؟ تحرك على نحو خطير. أما حينما يتحرك الأمر بقتل الأطفال والنساء والشيوخ على نحو ما نشاهد
وهدم المساجد على المصلين. يعني هناك يعني أول أمس مسجد أثناء أكثر من 50 شهيد وهم يصلون. يعني ما نشاهد على شاشات التلفاز هو جزء بسيط من المجازر التي ترتكب بحق أبناء غزة. ولهذا كانت إسرائيل حريصة على قطع الاتصالات علشان ما نقدرش نتابع إيه اللي بيحصل فعلا، ولولا تواجد شبكة المراسلين الموجودين العرب الموجودين يعني ما كانش هيتم نقل الصورة بشكل فعلي، ولولا كمان المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ما كناش قدرنا نعرف إيه اللي بيحصل بالفعل. وعلى الرغم من ذلك نحن لا نشاهد إلا الشيء البسيط القليل من الحقيقة. صحيح. من الحقيقة الآن هذا حرب تجويع، لا طعام ولا شراب ولا وقود. يعني الآن المرضى في المستشفيات يموتون يموتون. يعني هناك من يعني يحتاجون يبترون الأجزاء الأطباء لأنها تعفنت، لا يوجد هناك أدوية، لا يوجد هناك علاج للأجزاء المصابة لعلاجها فتتعفن. يعني صورة في غاية المأساوية. يعني عمل خطير للغاية، يمنعون الدواء والطعام وكل أسباب الحياة. يعني من لم يقتل بالقصف وبالتدبير يقتل بالتجويع وبمنع الدواء. وهي صورة في غاية المأساوية، والاستهداف هنا لا يقتصر فقط على المساجد، احنا ايضا تابعنا ما حدث للكنيسة، الكنيسة في غزة في بداية الحرب واستهداف الكنائس. انا حابب اسال سيادتك، لزوال الدنيا لهدم الكعبة اهون على الله من سفك دم مسلم بغير حق؟ نعم، هم يستهدفون المساجد المواقع الأثرية لمحو الهوية الإسلامية العربية. سمحت الدكتور تيسير، يعني اليوم هو يوم الجمعة عن فلسطين، اليوم هو يوم الجمعة، من زوال الدنيا لهدم الكعبة أهون على الله من سبك دم مسلم بغير حق؟ اليوم هو يوم الجمعة، ودائما هناك تضييق على المصلين. لو تسمعني سماحة الدكتور تيسير، يعني كل جمعة هناك تضييق على المصلين في الأقصى، إذا يعني ذهبنا من غزة إلى الأقصى هناك تضييق على إدخال المصلين، هناك طبعا استهدافات مباشرة لأهلنا في الضفة الغربية في القدس بشكل مباشر. كيف هو الحال والوضع اليوم؟ يعني المسجد الأقصى في الجمعة العادية 70-80 ألف مصلي يصلي في المسجد الأقصى، بينما يزداد العدد في رمضان إلى 250,000 أو 300,000 أو 400,000 مصلي في رمضان أو ليلة القدر. الآن منذ أن بدأت الحرب في 7 أكتوبر وحتى الآن لا يزيد عدد المصلين، شيوخ لا يسمحون إلا للشيوخ كبار السن 3,000-4,000، ومن يصلي خارج المسجد في مناطق بعيدة في منطقة وادي الجوز في القدس يلاحق بالضرب وبإطلاق النيران عليهم وبالقنابل الطوقية وبالغاز السام أو يصيب الدموع. يعني أمر خطير، يعني يجب أن يمنع الناس من الصلاة ويمنع الصلاة. القدس الآن محرمة على كل أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة. طبعا للأسف قطاع غزة يمنعون من الهواء والطعام والهواء، وكذلك أبناء فلسطين مثل عام 48. القدس حزينة، القدس محاصرة. نعم، الضفة الغربية، أبناء الضفة الغربية بدم بارد في كل مكان، اقتحام البيوت واعتقالات. يعني عدد الذين اعتقلوا منذ 7 أكتوبر حتى الآن في الضفة الغربية أكثر من 3,000 شخص، منهم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى. اعتقالات يعني ليس لها ما يبرر إلا الاعتقال والقتل بدم بارد هنا وهناك. يعني محاولة، الخطة الإسرائيلية هي تهجير أبناء الشعب الفلسطيني أولا من قطاع غزة ومن الضفة الغربية. ونحن نقول، لسان حال الشعب الفلسطيني يقول سنبقى في بلادنا، سنبقى في بلادنا،
سنعيش أحرار وشرفاء ندافع عن كرامة وشرف وعقيدة الأمة بكاملها، أو أن ندفن في ثراها ولن نخرج منها مهما استعملوا من وسائل البطش والقتل والتدمير. نعم، نحن نعرف مخططات الاحتلال، هم يريدون القضاء على كل ما هو فلسطيني سواء بالقتل أو بالتهجير، ونحن نقول سنبقى في أرضنا ندافع عنها، ندافع لأن فلسطين هي رمز لكرامة وشرف وعقيدة الأمة. بقونا دائما على الأرض. بشكرك شكرا جزيلا سماحة الدكتور تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء في فلسطين.